جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالمناسبة شيخ صالح، هل للمرأة لبس خاص في صلاتها؟ ليس لها لباس خاص نعم. في صلاتها، وإنما المطلوب ستر، ستر جميع جسمها ما عدا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. طيب، وأن لا يكون هذا اللباس شفافا لا يستر ما وراءه، طيب. أن يكون ساترا لما وراءه، هذا هو المطلوب، وأن يكون طاهرا أيضا، اشترط فيه الطهارة. نعم، الطهارة تشترط في الصلاة في ثلاثة أشياء، في الثوب وفي البدن وفي البقعة. نعم.